السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ربي يحفظكم. وياكم محمد. طبعا فلوق اليوم هو فلوق سفره سليمانيه، واحنا حاليا وصلنا من الشركه، وهذا الباص منشئه، فخليكم ويانا بالمقطع. طبعا كلش راح تتونسون، كلش راح اجيبكم الفيديو. لا تنسون تحطون لايك، اشتراك، تفعيل جرس الاشعارات. خليكم ويانا. طبعا شباب مثل ما تشوفون وصلنا طريق العظيم، شوية استراحة. كان نوصل للدوز. وين وصلنا حسن؟ للدوز. طبعا ابو المنشأة قتلنا، ما يمشي 40 متر ضيم، موش منشأة. سيطرة لتأكيد الإقامة. هذه تقلي صور واني اصور. جاني وصل السليمانية بخير وسلامة. هذا الفندق هو، خليكم يانا في المقطع. وهاي كان وصل للغرفة. ما شاء الله، حلو حلو ما شاء الله، بداية حلو. راح نفرز أغراضنا ونتوكل، ننطلق، ننام، نرجع لكم بالفيديو. نزعنا الحذاء، حسن بالحمام، سويتش. طبعا مثل ما تشوفون شباب، نشرنا اغراضنا ورتبنا. حسن يعني نقول رتبنا، بس لاحظت شغله موجوده اللي هي اتجاه القبله. حاط لك اياها فوق السقف، وبنفس الوقت حاط لك سجاده اللي يريد يصلي او يريد من هذا الشيء. بالاضافه الى انه صح الغرفه مو مثلا درجه اولى تقدر تقول، بس بنفس الوقت نظيفه. Hold on.
نرجيلة زينة البلوشي بلاش على ست دوكان تسير رهيب. حسن تسوي نرجيلة ثانية؟
شباب الاجواء ما اسولف لكم الاجواء فول اتينن 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 ماكو هيك اجواء وقت صح مكان صح تفكير صح يعني اجواء لا كلش. هي كلش بارده ولا هي كلش حاره لا هي حاره اصلا الجو كلش طيب الجو فعليا ما السفرات يعني مو جو مال واحد جاي نادي يطقطق برد نهائيا بالعكس الجو مال واحد يطلع يتمشى يقعد ياكل يشرب يروح يجي يعني صدق استمتعنا شباب هذا الرحله وان شاء الله تستمتعون كلش ان شاء الله تستمتعون بهذا الفلوق لا تنسون تحطون اللايك الاشتراك تفعيل الجرس اشعارات خليكم يانا بالفيديو هذا العسل الأردني الأصلي موجود هنا بالسليمانية ما أجمل هالأجواء فول خلصنا من سد دوكان مصيف مالته وهاي جروبات باريس هدوء الساحل وقروبنا ان شاء الله راجعين للفندق طبعا بدنا نتجول بالازقة ازقة سليمانية كلش حلوة ومرتبة عندهم نظام كلش حلو مجدي مول سيارات هنا اكو طبعا مجدي مول هناك شفت شيء مرعب يا محلاتك يا محلاتك شوف الويل يختار كلش حلو 740
طبعا عندنا نلعب شطرنج انا وحسن، شطرنج كبير صراحة. اول مرة العب حياتي شطرنج، وما شاء الله لعبي شوية حلو يعني. صح كلهم طالعات الجنون تقريبا والوزير، بس لعبي حلو تكتيكي بالنسبة لواحد اول مرة. خلصنا مجدي مول صراحة، المول كلش حلو. شنو رأيك فيه؟ تقييمك من 10؟ هادئ ولطيف، والعالم اللي كلش واعي يعني. تمنيت انه هذا المنظر اللي شفته جوا شوفه ببغداد صراحة. خليكم ويانا يعني بالمقطع الجاي. حسين جاب سيارتي هنا. سالفة 5 راح تشوفوا شغلات كلش حلوه. خليكم يعني بالمقطع. طبعا شباب ماذا احس بيدي يدي حمرت بنفسجيه صارت شنو ليش عادي شنو برد مو طبيعي. انا احب البرد كاكل برد، بس صراحه الاجواء شلونها صدق فول. جو طبونا Yeah.
عندنا سلق الجبال. واو يلا كمل. ما تشوفون بعد هذاك ايش قد صغار بالكاميرا. طبعا شوية مجازفات، راح نمشي على طريق صخور متحركة، يعني الزلقة فلس. شوفوا ايش لقيت. طبعا بيها ماي. شباب احنا نقدر نوصل القمة، بس اكثر من هيك غلط بعد. شباب يعني احنا صعدنا حاليا بمرتفع تقريبا 250 متر فوق سطح الارض، فيعني مرتفع مو قليل. فحطوا لايك اشتراك، تفعيل جرس الاشعارات، ان شاء الله بفلوقات احلى واحلى. واهم شيء تنشرون المقطع بكل مكان، تكتبون التعليق اللي يعجبكم، كتبوا لي شيء يعجبكم اسوي لكم، انا حاضر وان شاء الله اسويه باقرب وقت. طبعا النزول كلش خطر شباب، لا حد يجازف ويصعد، بس اللي متاكد من روحه يقدر خليه يصعد، ترى بيها خطوره. انزل تعال منه، انزل تعال منه، وصل ما اسولف لكم على المنظر، فول رائع. نعم كلها جبال صخرية مو طينية. طبعا حسن هدي التوقع مو زحلقنا اكثر من مرة، مرينا بخطوة. دير بالك حسن صخرة، ويا نصيحة لكل واحد يحب يجرب يصعد جبل انه لا تلبس حذاء عادي، لا تلبس اي حذاء عادي، البس حذاء نقشة قوية او بسطال. نعم مثل ما يقول حسن اتكال قوي. تعتمد على هاي، وهاي طلعت فالتي. صورنا حسن، انتقل وين راح ينتقل الفيديو الكاميرا حسن. لايك اشتراك تفعيل جرس الاشعارات. طبعا خطورة انه ولا صخرة ثابتة، عندكم الصخرات الثابتة بس هذني، اما هاي وغيرها كلها المثابتات، يعني انت تتعرض حياتك للهلاك. ها ما تكمل تصوير بلوجر بصوره اوكي. لا لا بابا البات ما على المشي يقعد فوق البوش. واو اوه نزلنا، راح نروح المصيف ثاني وجبل ثاني ومخاطره ثانيه. We'll be right back.
ولد شبه تانا ياك كنا نرقص يا تعال اخو شباب لا تنسون اللايك الاشتراك تفعل جرس الاشعارات سليمانية كلش حلوة انا بنظري احلى من اربيل ودهوك انتهت رحلتنا من هذا المصيف راح نتجه الى مكان اخر تسوون تحطون لايك اشتراك تفعل جرس الاشعارات علي لبن سليمانية دجاج تمن ومرق شلون الثلج حتى هنا انا ورايا لازم اشتم يوميا باح اشتم احمد شلون طبعا واحد انا باح اشتم تايرات ما سعره وين صار قوي فاروق معلم خلينا احلى ثلج علي ما ادري استيج انت رادنا شنو بالله حسين ثلج قوه هو هذا الجو المطلوب بس انت شنو رادك قوري صغير شاي بالله شكبر شكبر الصغير مال وياخذ 6 7 10 15 نرجيله 20 نرجيله الله علي صدق نصي صدق نصي وعلي
سبت الجزئية. دست برین دارم شب و روز از دنالم سرسرم بوی زان دل خراب است به نگارم سرسرم بوی زان دل خراب است به نگارم دشوار ولا اسقرت كي جوان بملم تذكر ما قال السلسال ولا اسقرت كي جوان بملم تذكر ما قال السلسال كربي تسبرين دارم شبو روجا زنالم كربي تسبرين دارم شبو روجا زنالم سرسرم بو يزان دل خراب سبيني قارم سرسرم بو يزان دل خراب. صباح الخير شباب. أحلى شيء لما تقعد تجيب جبن الأكراد وعسلهم خبزهم على هذه المناظر كلش حلوة. هذا مسرح الروماني. قدم مالا ظالمه دردی دلا دست کشتمه دایکاته این بی بابله بابه توقع ظالمه دایکاته این بی بابله بابه توقع ظالمه شکر به تشبرین دارم شب و روژا دنالم شکر به تشبرین دارم شب و روژا دنالم سرسرم بوی زالم دل خراب است به نگارم سرسرم بوی زالم دل خراب است به نگارم اقوى مالک دی کبار محبوبا دل کدمه و بش دوباره کافر زودای ابو مالک دی کبار محبوبا دل کدمه و بش دوباره کافر زودای لسرگچ کابندی و سارو دینم نابید لجمن گل کشیرینم لسرگچ کابندی و سارو دینم آخو امان لیک دی کبار محبوبان دل ده قدمه بجدو بالی کافر زودام آخو امان لیک دی کبار محبوبان دل ده قدمه بجدو بالی کافر زودام خانه تا دگوز میرنا کن خانامن می
خيري بيس قبول ناكن جانامن خاني قد قزمير ناكن خانامن خيري بيس قبول ناكن جانامن ورخان ورخان ورخاني خانامن خشتي دنگي ديلاني جانامن ورخان ورخان ورخاني خانامن خشتي دنگي قوبندي تو جانامن شباب ولو انتم ما تشوفون شيء بس حاليا احنا باخطر شارع ومكان بسليمانيه بحيث درجة فاتح الجوجل ماب طلع لي علامه حمراء كان يقول لي مكان خطر. طبعا الرعب الموجود هنا بهاي المنطقه مو طبيعي. هذا حسن وياي بحيث درجة شلنا حجارات وقمنا نتمشى. ما احكي لكم الرعب يعني صدق رعب شباب يعني طريق مرعب. طبعا فرشت اسناني حسن لم غراضه كل لميت حسون ما ادري شو بعد انا مين لميت غراضي كمامه خليل اي هاي كمامه وين كمامتك موجوده ما اتوقع بعد راح تصير مغادرتنا من الفندق ساعة 12:10 اليوم اثنين مو؟ اليوم حولنا على الثلاثاء 22/2 حولنا على الثلاثاء 22/2 لا طب وين بيوم الاثنين حجي؟ ماندي ها اوكي طبعا بهاي السفرة تعرفت على هواية ناس حبيتهم وحبوني وناس طيبة ومن كل مناطق بغداد. أتمنى إن شاء الله أشوفهم داخل بغداد مرة ثانية. لا تنسون تحطون اللايك الاشتراك تفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد من القناة. في أمان الله.